أهلين أمي. عزات، لك يا عمري، بعرف إنه علي مانو معتبرك أخوه، بس لو شو ما صار بتضل أنت أخوه الكبير. شوفي شو عمل كمان، صاير شي جديد؟ بنوب، الحقيقة ما عمل شي بهاليومين، بس مبارح ما إجا لطلوع الضو. وين كانوا مع مين كان؟ ما بعرف عزات. يا ريتك لو خبرتيني من مبارح يا أمي، كنت لحقته وعرفت. رستم راح وراه بس بالآخر قدر يضيعه. عزات، أنا مرعوبة كتير إنه يرجع لهديك السوسة البشعة. ماشي أمي، ماشي، لا تاكلي هم، أنا راح أحكي معه اليوم. حلوة وقفتك هون وناطرهم مثل الحارس مشان تطالعهم وتكزدرهم. كنا عم نشتغل بغانم مشان نسكته وهلأ طلعت لنا ملك. ابني، هالمخلوقة رح تدمر عيلتنا ورح تمسكنا بإيدينا شي يوم وترمينا بالشارع. لك شو هالحكي؟ ملك على مانو براسه، ما حدا مصدقه وانت عم تشوفي. طيب وبركي حدا صدقه؟ شو رح يصير وقتها؟ ليه؟ هي شو عرفة انك انت ابن فاطمة؟ بقى مين مخبرها؟ نحن جاهزين. يلا آغا. آغا بترجاك بس اسمعني. انت شو عم تعملي هون وليه؟ نلعي روحي من وشي. آغا، غلطت وسامحني. اذا بدك تضربني اضربني، بس لا ترميني بالطريق. انا وين بدي روح دخيلك؟ سمعت من هالحكي كتير ليلى، مليت وطقت روحي من كذبك ولعيبك. اسمعي ليه، اصحك تورجيني وشك مرة تانية. اصحك. آغا، انا والله مالي حدا غيرك بنوم. اللي لوين روح؟ اسمعي، لا تورجيني وشك ولوين ما بدك روحي. روحي. يلا ملك، خلينا نمشي. أنا رح خليك تعيشي وليه، بس والله لأخذ لك اللي ضل من عقلك يا واطي. بعد رستم، بدي شوف مرت عمي. بعد مرت عمي، مرت عمي. الآغا نبه علي وقال لي ما خليك تفوتي لجوا. بعد هيك بعدها كريستوم. خلاص رستوم، اتركها. ما عم يتركوني فوت، قلت لهم انه بدي احكي معك وبس. لا تفوتي لجوا وتضايقي حالك اكثر من هيك. استنيني، انا رح اغير ثيابي واجي. يمكن عم اشتغل. يعطيك العافية عم اسماعيل. الله يعافيك يا ابني.
شو عم يعملوا هدول هون؟ علي تعال أخي، لازم نحكي كلمتين. مرت عمي، أنا كيف بدي أعيش لحالي بالشارع؟ الله يوفقك حاكي عدنان، قنعي رجعني على القصر. أخ ليلى أخ، الله وكيلك أنا حكيت، كنت رح أبوس رجلي وأنا عم بترجالي يرجعك على القصر، بس على الفاضي. هديك الست المجنونة عمت على قلبه وعيونه كمان. حاولت كتير لأخلص من هالمخلوقة المجنونة، المخلوقة أخذت جماله وخطفته، وفاطمة لو ما وقفت بوشها كانت قوصته لعدنان. بس شوفي شو اللي سوا، قلعني أنا من القصر. هذا عدل يا مرت عمي؟ أخ يا بنتي أخ، العدل مو موجود بهالدنيا هي أبدا. والله كأنه نحن غلطنا بمحاولات تقليع على هالست من القصر. شو عم تقولي مرت عمي؟ انت كمان رح تديري لي ظهرك؟ ورح تضلي عايشة مع هالمجنونة ملك بنفس البيت؟ لا، ما رح يكون في هيك شي. شو رح يصير لك؟ ساعدت مشان تهرب رجعت اجيت، بعتناها برا البلد قام عدنان لقاها ورجعها. نحن كيف رح نخلص منها؟ من موتها. شوفي هاد أول كتاب قريتي لي. انتي كنتي تحبي تقري على طول؟ بس ماني متذكرة اني قريته إليك. حبيتي؟ ايه حبيته كتير. معقول ما أكون بحب الكتب اللي بتقريها؟ كأنه هلا وقت الكزدرة والمشاوير. مو معقولة هالبنت ما بتشوف إذا هالصبي جوعان ولا بده تنظيف تحته. طلعت الفصعونة مع أم المجنونة وتركته. زمرد خانم، أنا رح أضب السفرة وبعدين بشوف الصغير. هي القصة ما بتنحل فيني أو فيكي يا فاطمة. الولد بده حنان أمه. شرفي كل تيابه وغراضه تقطعوا وتخزقوا، ما ضل عنده أي غراض. واتخذ كمان تبعه انكسر، لازم نجيب تخت جديد. فاطمة ضبي السفرة لنروح عالسوق نجيب شوية تياب لجمال ومنجيب له تخت كمان. أنا كمان بجي معكم، والله ضايق نفسي وهيك بغير جو كمان. اي والله يا مرت عمي، يلا نحضر حالنا. خبري بهي خانم تجي، قصدي تجي لعند جوزة. ستي لورين، بهي خانم طلعت برا القصر، انا رح اضل عند غانم اغا لترجعوا. خلي ياسمين تدير بالها عليها هالكم ساعة، بتدير بالها عليه اكتر من بهي، انتي لا تخافي. معقول ما لقيته غير هذا اليوم لتنزلوا عالسوق؟ لك عم قلك انه عندي موضوع مهم كتير. ليكي عمتي يا روحي انتي، ليكي ضروري كتير اني روح عالسوق. شو هالشي المهم كل هالقد؟ ستي لورين من زمان ما قالت بدها تنزل عالسوق، بروح بقلها لتنزلي. لك انا بقلها يا عمتي، انتي بس خليني قلها. رح قلها انا مسألة حياة او موت. ايه ياسمين،
قلت لك رح تضلي بالبيت وخلصنا. رح ابقى عمتي، خلص رح ابقى. اليوم هو اليوم اللي رح تتغير فيه حياتي. يا الله دخلك. يلا فاطمه انتي روحي لعند غانم اغا، اصحك تتركي لحاله قبل ما ترجع بهي خانم لعنده.